حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزه الشارقه للاتصال الحكومي العام الحالي لافضل محتوى اتصالي واعلامي في الحفل الذي نظمته حكومه الشارقه بالامارات لتكريم النماذج الناجحه في مجال الاتصال الحكومي وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء اسامه الجهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ان حصول المركز على جائزه الشارقه والتي تمنح للمتميزين سنويا للاحتفاء بالابداع في مجال الاتصال الحكومي ياتي تتويجا للجهود المبذوله خلال الفتره الماضيه على صعيد الاتاحه المعلوماتيه والبحثيه للمركز سواء من خلال اصداراته المختلفه او منتجاته المعرفيه على منصاته الرقميه على مواقع التواصل الاجتماعي في اطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بضروره دعم الانشطه الابتكاريه ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبه كتابة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية.